دي 35 ابيض. بسم الله ما شاء الله. صحيين يا جماعه. 120 120 حفاره يا جماعه. الحمد لله بنرضي قليلنا يعني الحمد لله. لا انتوا عروس، كنت انت ولا محمد اخوك، ربنا يبارك لكم في رضاكم وقناعتكم. الله يكرمك. بتحب النقط وفي ناس بتحب. بكام؟ بكام؟ 55 55. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعي ومشاهدي قناة جوهر السويس. بدأ العد التنازلي إن شاء الله، ويوم 15 بإذن الله يبدأ الموسم بإذن الله. صباح الفل يا حبيبي. شوية كابوريا بصراحة يعني يتاكلوا نيين. بكام الكيلو فيهم ده؟ 60 يا حاج. 35 60 35. ربنا يوسع عليك. خش بقى على حموكشة وقال حموكشة والمعلم هشام. صباح الفل يا هشام. شرفنا عم احمد. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. كسانك طيب وكتاب بصحة السلامة ان شاء الله. الموسم باذن الله انت مستنيه اكتر مني. والعم الام الاسئله تكون دايما امين يا رب. صحة جيدة يا رب. مستني الموسم قبل مني. ها طبعا ده احنا مستنيين بفروغ الصبر عشان الموسم ده يعني ربنا جعله يعني سبب فترة خير على المسلمين اجمعين وتنوع وكثرة بيبقى في خير ربنا بتناول الجميع للفقير واللي ربنا مديله يعني. بترحب بالناس ان شاء الله بتوع القاهرة؟ بيشتري من دول ناس القاهرة ده ناس طيبين وناس كويسين. طيب نبدأ معاك يا عم هشام. اه لينا ناس في القاهرة الحمد لله ان شاء الله. في يا جماعة شوية بولت شبار ابيض. بسم الله ما شاء الله. صحيين يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. بكام الشمار ده ابو هشام؟ الشمار ده الحمد لله ب 45. اللهم صل على النبي. ده كيلو شمار يا جماعه. الظهر بسم الله ما شاء الله. تاني 3 كيلو دول يا هشام مرتاحين. لا في 4 وفي 5. في 4 وفي 5 يا جماعه. حسب بس الجوده يعني حضراتكم شايفينها حسب الحجم اللي هي عايزاه. اه بسم الله ما شاء الله. حاجه جميله ولسه صبحه ولسه طالعه من الميه. 45 كده. اه جميله. شكل الحفاره الحلوين دول بكام؟ ولا الحمد لله نص كيلو ب 40 جنيه. ب 40 جنيه يا جماعه. بس حفاره ايه؟ حفاره مليانه ان شاء الله. في اكبر منها. دي بتتباع ب 170 و 180. بتبيعها بكام انت؟ احنا بفضل الله بنبيعها ب 120. 120 حفاره يا جماعه. الحمد لله بنرضى بقليلنا يعني الحمد لله. لا انتوا عروس، كنت انت ولا محمد اخوك، ربنا يبارك لكم في رضاكم وقناعتكم. الله يكرمك يا استاذ احمد. 120 يا جماعه عشان حفاره بصراحه يعني، والبطن نظيفه زي الفل. بسم الله ما شاء الله. لا بص الحفاره ودي يا عم احمد ده نقط عشان نكون صراحة برضه مع الناس. ما في نقط كمان يا جماعه. والناس يعني عرفتها النقط اللي هي فيها دي اللي ايه وده نقط. اه عشان الناس ما هي تبقى تفكر انها كلها حفاره. انا بصراحه بحب النقط عن الحفاره. في ناس بتحب النقط وفي ناس بتحب الحفاره طبعا. ولولا اختلاف الاذواق كانت الناس ايه ما كانتش ولا شرب. الحمد لله. 120 اه والله يا جماعه باذن الله. حجمي الله يبارك لك يا هشام انت وحموكشه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ب 120 شوية حفارة على نقط. ربنا يحسن سوقهم. ودي كابوريا. في كابوريا بقى. اه كابوريا جميلة. اناتي جميلة. دي مبطرخة. اه جميلة حلو. بكام الحجم ده؟ ده هي بتتباع ب 120 و 130. احنا بنبيعها ب 100 الحمد لله. ب 100 يا جماعة. كابوريا اناتي مبطرخة. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. 100 جنيه. كلها اناتي. ها كلها اناتي. شكل الزور الجميل ده. شكل الزور ده بيتوزن ب 55 و 55. بتبيعه بكام؟ اللي هو ب 55. 55 يا ابني ده عايز نص. شكل زور يا جماعه. ده آلية وطاجن يا هشام؟ لا ده آلية آلية وشاوي.
وطاجن برضه بالخضره برضه يتعمل صينيه بسنجاري يتنظف شكل زور ده شركز ده جميل ده شركز ده عم احمر جميل ده الشركز ده اخو الشعور ومن عيله الشعور يا جماعه ابيض بس جاب 100 جاب 80 شركس يا جماعه انا جربت الشركس والله لا فرق بينه وبين الشعور وبالعكس لحمته جميله وفص ابيض بسم الله ما شاء الله يبقى الشركس ب 100 جنيه يا هشام ايه ب 100 ده ب 100 بيتباع ب 120 130 حبه ب 100 الحمد لله اللهم لك الحمد شركس جميل والعلامه الشركس معروفه يا جماعه انك انت تلاقي على الصدفه بتاعتها العلامه الحمراء دي يبقى ده شركس شركس من 100 جنيه من فصيله الشوك والاقل منه بكام 80 80 مش فاكهه والاقل منه ب 80 ولو في 80 اقل منه ب 80 لا بسم الله ما شاء الله تاكل سمك في كابوريا اقل يا هشام اهي بكام دي؟ 50 جنيه 50 جنيه يا جماعه شوربه وصينيه سي فود شوربه سي فود شغاله كله شغاله كله بكام؟ ب 50 جنيه واللوت بكام؟ ده بالنسبه للوت ده لوت ده مزارع يا جماعه انا ايوه الله يشوف يا جماعه وانا عارف والناس عرفت خلاص عشان الظهر بيسمر شويه يا جماعه تعرف ان هو مزارع بكام الكيلو فيها؟ لا طلع يعني لما كانوا ب 70 بيبقوا ب 75 جميل والحبايه تقطعها فوق ال 2 كيلو؟ في 2 ونص حسب ما الزبون هو عايز يتعمل جزل سنجاري زي ما هو عايز جزل او سنجاري جميل زي ما هو عايز ياكل واليه اليه الجزل هو الجزل الاليه كده يا جماعه ده فرش سميه المعلم هشام اخو محمد حموكشه ربنا يبارك فيكم انتوا الاثنين الله يكرمك يا عم احمد اسعدنا باللقاء شويه شبار يا جماعه ارجع تاني واقول شويه شبار دول بصراحه الله ينور الله ينور جمال وطازه وزي الفل ربنا يحسن سوقك يا هشام اللهم امين يا رب العالمين مع السلامه يا عم احمد